في جزئية هنا، إيه اللي بيخلي المؤمنين يبصوا للألم ويستهينوا بيه؟ لأنه الكتاب قال إن أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. نعم. فأنا بالنسبة لي الحياة والموت حاجة واحدة، متساويين. إن عشت للرب فبعيش، إن مت فللرب أموت. الإنسان بعيد عن دائرة الإيمان بيخاف من الموت. إن عشنا أو متنا فللرب نحن. تكريس كامل. تكريس كامل. يعني. فالحياة والموت عندي مسألة متساوية. والزائد إن لو تألمت من أجل المسيح فطوبى لي، لأن الكتاب ذكرني كده، فأفرح وتهلل. لأن بتألم من أجل المسيح حسب البر. فقدام المجد اللي مستنيني، وقدام اللي هكون موجود مع الرب في السماء، فألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. الحاجة التانية إن الإيمان كمان بيعطيني رعاية إلهية خاصة، أبقى عندي ثقة إن الرب راعية في هذه الحياة. لما نعرف مزمور 23 داود يقول الرب راعية فلا يعوزني شيء. الحقيقة استوقفني المزمور ده شوية وتسألت، وكأن استحضرت داود. أنت بتقول الرب راعية فلا يعوزني شيء، وأنت مريت سنين هربان من شاول الملك وهو يطلب دمك ويريد أن يقتلك. في وسط الصحاري، في وسط البراري، في وسط الظروف الصعبة، مين اللي كان بيرعاك؟ مين اللي كان بيهتم بيك؟ لا يقدر يروح بيته، ولا يقدر يروح عند أبوه، ولا يقدر مرات كان حتى يروح عند يوناثان ابن الأمير، لأنه كان بيعمل تفتيش في كل مكان. وقت كل ما الحصار ده حواليك قال الرب كان راعي لم يعوزني شيء. نعم. فإلهنا إله قادر على كل شيء.